صباح الخير. احتراماتي استاذ. اهلا. صباح الخير سيدي. حدا سأل عني؟ سيادة المدير سأل عنك وقال أول ما تجوا تمروا لعنده. ليش هيك بدلتك مجعلكة؟ والله يا سيدي مبارح بناء على ملاحظتكم غسلناها بس ما لحقنا نكويها الصبح سيدي. هذا مو عذر، انت بدائرة رسمية مالك ببيتكم، عندك عقوبة تانية. بس سيدي عندك عقوبة ثالثة. حاضر سيدي حاضر. لا حول ولا قوة إلا بالله. صباح الخير. أهلا أستاذ منير. تفضل. سألت عني بغيابي. خير إن شاء الله. إيه والله إجانا كتاب مستعجل من السيد الوزير بيقول إنه في بعض الشكايات على الكازينوهات والمطاعم الموجودة باللاذقية، وباعتبار الموسم السياحي جاي مشان هيك طالب منا نعمل تفتيش دقيق للأسعار والخدمة والنظافة بهالمحلات، وأنا ما لقيت أنسب منك لهالمهمة. يا سيدي شكرا على الثقة الكبيرة. وبتقدر تسافر اليوم؟ اليوم؟ اي نعم، المهمة مستعجلة ورح نستأجر لك سيارة لمدة 15 يوم لأنه ممكن تروح بسيارة رسمية وتنكشف المهمة. صح. أنا رح أعتمد عليك. شكرا. بدنا أخبارك، تبعت لنا تقاريرك وضبوطك عن طريق بريد المحافظة بشكل مستعجل. بتمنى لك التوفيق. شكرا. مع السلامة. صباح الخير يا أنيسي. صباح النور. أهلا وسهلا. هون بيت الأستاذ منير لطفي؟ أيوة. إذا سمحتي بدي أشوفه. اتفضل اتفضل اتفضل. السلام عليكم. خالو الأستاذ بيسأل عليك، الأستاذ منير. أهلا وسهلا. من تختي سميرة. اتشرفنا. اتفضل. شكرا. عملي لنا قهوة يا سميرة. حاضر. عالريحة لو سمحت. اهلا وسهلا. اهلين اهلين. سيجارة؟ شكرا. ما تشرفنا بحضرتك. انا سمير حمدي. والنعم. مو شو بتريد؟ المديرية طلبت لكم سيارة. أيوة. من شان ترافقكم بالمهمة على اللاذقية. ايوه. وانا السائق. يعني الشوفير. ايه نعم. ايه قول هيك بالاول. الغي القهوة يا سميرة. وعالريحة كمان. قوم وصل الشنطات على السيارة. قوم. اتصلنا هون بالسيارة. ها؟ اتصلنا بالسيارة. السلام عليكم. أهلين سيد سمير. أهلين. أهلين يا أبو جبارة. أهلين أهلين. تفضل. شو شايفك هون بحمص؟ وين الوالد؟ والله الوالد مرضان وبعتني بداله بهالمهمة. إن شاء الله خير معافى. لوين السفرة؟ على اللاذقية. شو بتشرب؟ والله جوعان بدي آكل يا أبو جبارة. الله راح فين؟ وينه هذا المضروب على قلبه؟ يمكن راح ياكل. بسيطة.
بس ترجع عشان نتحاسب. دش. صحتين. واحدة تانية. ايه؟ لا حاجة النص ساعة. يلا السلام عليكم. عليكم السلام. مع السلامة. نتلاعب القهوة باللادية. ايه. مع السلامة. مرحبا. بكير. والله من شانكم استاذ استعجلت. بسيطة، بنصل على الشام بنتحاسب. شو يعني بنتحاسب؟ بدنا نخصم عليك من اجرتك. ليش استاذ؟ لأنك أخرتنا، صرنا نص ساعة بنستناك. ولو إذا من شان هيك بسيطة، طالع لكم الفرق بالطريق، تفضلوا. شرب استاذ. تفضل. وطي الموسيقى، سوا قاعدين بقهوة. ما بعرف ليش جاي، لأنه على التليفون ما قال لي غير أنا وبنتي جايين اليوم. أنا كمان قلبي نائزني من هالجية، لأنه مو طبيعية. معك حق، لو كان بإجازة كان خبرني من قبل، أما بنفس اليوم معناته حتما في شيء. على كل، هو بيحب الشرب كتير، وأنا موضب له نقف الدين طاولة على كيفك، وعلى الشرب بقدر بفهم منه كل شيء. مو على عيني، بكرة بطمنك. مع السلامة. لك عود بقى لسه رايح جاي مثل مكوك الحايك. والله قلبي عم يغلي عليها. اشتريت لخطيبتك يا بلونة. تفضل عمو. حضرت المزواج؟ كله تمام. وغرف النوم؟ كله جاهز عمو. يعطيك العافية. الله يعافيك. يا بي، بتعرف انه خطيبتي رح تفرح فيي وبالوردة كتير كتير. اجوا. الحمد لله. اهلا وسهلا عمبا، الحمد لله على السلامه. اهلين يا سيدي. ازيك يا سيدي؟ اهلا سميرة، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. تفضلوا تفضلوا. الحمد لله على السلامه يا استاذ منير. شو هاي؟ ليش رافع شواربك مثلي؟ انا ضد علي حدا يقلدني. انا قلدتك توطيدا لاواصر الصداقه والروابط العائليه المقبله التي ستجمعنا. يسلم لي، وبالنحوي كمان. كيفك عمو؟ الحمد لله، وانت ازيكم؟ ازيكم؟ صلك سنة بالشام وما حلك تعلمي الحكي الشامي؟ معلش يا عمي، هتعلم ان شاء الله. بكرة ياسين بيعلمك. انت اترك علي وانا بعلمها على كيفك. يا ريت شفتي ياسين قبل ما توصلي قديش قلبه كان غليان عليك. صحيح؟ والله. ان شاء الله ما تعبتوا بالطريق. الشوفيري معنا سواقته تعبانة. وين الشناتي؟ بالسيارة تحت. ياسين! نعم. زين، جيب الشناتي من تحت. حاضر، عن اذنك. تفضلوا. شكرا. تفضلوا، اهلا وسهلا. تفضلي. ميرسي. مرحبا يا اخونا. مرحبا.
اهلين. انت الشوفير يلي اجيت معهم؟ ايه نعم. وحضرتك مين؟ انا ياسينو. تشرفنا، وشو شغلتك؟ انا خطيب سميرة يلي اجت معك بالسيارة. وما لقيت غيرك تخطبه؟ لا ما لقيت. على كل خرجها بتستاهل. بدهم شي انا ماشي. بدي شناتي. على عيني. تعال. سمعتهم عم يحكوا عن سواقتك. قال عفشيكا. مين اللي قال؟ الاستاذ منير. والله ما حدا عفشيكا غير هو وبنت اختو. بس وينك؟ احوينتك فيهم. والله انت جوهرة قدامهم. ما رح تساعدني؟ حميل، انا شوفير مالي حمال. شيل يلا لشوف. شيل. والله شفقتني عليك، هات لساعدك. خوض روح فوت. خطيبها قال. شو وين الجماعة؟ طلعوا على أوضهم عم يغسلوا ويستريحوا شوي قبل العشاء. ياسين. نعم. قل له للأستاذ منير سمير راح يشوف له شي أوتيل وبالليل برجع بتفهم معه منشان بكرة. حاضر. ياسين. ياسين. نعم. مين هالشاب الظريف؟ هذا سمير شوفير الأستاذ منير. ما شاء الله، شوفير وعم يحكي هيك ما يكون شي مهم. شلون بيحكي؟ بيحكي مثل الاستاذ منير. ايه اطلع بركة رد حكي. لا. خطيبها قال. شو هاد يا فطوم؟ طاولة بتشهي. معه حق الأستاذ منير يكون معجب فيكي. بس يا خسارة يا عمو. شو بدنا نعمل يا عمو؟ استنينا إشارة منه وهو لحد هلأ ما كان يتجرأ. على ما فهمت منه من طلطيش المرة الماضية إنه عم يستنى بنت أخته لتتجوز. إن شاء الله هالمرة منحدد موعد لكتب الكتاب. إيه الله يسمع منك يا عمو ويخلي لنا إياك. ها نزل أستاذ منير. اهلا وسهلا استاذ منير، الحمد لله على السلامة. اهلا فطوم، كيفك؟ الحمد لله. تفضل. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. اهلين وسهلين. اهلين وسهلين يا حلت علينا البركات. اهلين وسهلين. اهلين. شو وين الانسة سميرة؟ تعبانة عم تعمل حمام بدها تنام بكير. ما حق، خليها ترتاح. شبك ياسين كشرت؟ لاحق بكرة بتشوف خطيبتها. بصحة الأستاذ منير. صحتكم. يا سلام، شو هالطاولة الظريفة. هالطاولة من شغل إيدين فطوم. تسلم إيدين فطوم خانم. الله يسلمك أستاذ منير. وشو المهمة اللي جاي مشانها؟ جاي تقرير للوزارة إنه في بعض المحلات هون ما عم تتقيد بالأسعار وعم تستغل السواح، وبما انه في سواح كتير جايين بهالموسم على اللادية فكلفوني بمراقبة كل هالمحلات. الحقيقة التقارير مزبوطة. لكان عندك خبر انه عم يصير هيك شيء؟ ايه نعم، وبعرفهم محل محل، واذا بتريد انا مستعد اخدك على كل المحلات. يا سيدي شكرا، بس انت معروف هون، واذا بدك تروح معي راح تنكشف المهمة. انا بفضل انك تعمل لي قائمة باسماء المحلات وتعطيني اياها. مو على عيني، من بكرة الصبح بتكون قائمة جاهزة عندك، واللي بتأمره أنا حاضر. بصحتك. بصحتك. أنا ياسينو. إيه في حاجة يا ياسين؟ بدي أحكي معك كلمة. ما أنت شايف إن أنا في الحمام؟ عم تتحممي؟ ما أنا شايفين شي. خليني أفرك لك ظهرك. وبعدين معك بقى يا ياسين. طيب. بعدين برجع لك. أم بحكاي. أوه. أوه.
شبك ياسين؟ ما بدك تتعشى؟ مالي جوعان. ما في بالعادة. معه حق، صد نفسه لأنه خطيبته مو على الطاولة. يلا ياسين، كل فترة بسيطة وإن شاء الله بيتم العرس عن قريب. خير، مين إجانا بهالوقت؟ صحتك. مين؟ أهلين سميرة. مرحبا. أهلين. وينو الأستاذ منير؟ جوا تفضل. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام سيد سمير. وينك يا أخي لهلا؟ أبو ياسين بعرفك على سمير. أهلا وسهلا. اتشرفنا. أبو ياسين والد صهرنا ياسين، أنسة فطوم بنت أخوه أبو ياسين. تفضل اقعد معنا. لا شكرا، بدي أمشي. لا والله، إلا ما تقعد معنا وتاخذ كاس. تفضل خذ لك كاس معنا. حاضر. تقعد هون جنبي. شكرا. صحة سمير. بصحتكم جميعا. وين كنت لهلا يا سمير؟ والله كنت عم دور على اوضه بشي اوتيل. لا يا عبي الشوم، بتنام بالاوتيل وعنا بيت هون سياح نياح، مو هيك اخي ابو ياسين؟ ولو. اهلا وسهلا فيك وبضيوفك استاذ منير. شكرا لكم، ما بدي ازعجكم. لا والله ما بيصير ابدا، الا ما تنام هون. سعرك سعرنا. اطلع يا فطوم يرضى عليكي ورتبي له الاوضه الثالثه. عم نعذبك فطوم خانم. عذابك راح استاذ منير. وانا كمان عايم ساعدك. عفوا استاذ منير، انا مضطر اترككم لانه بدي اروح على شغلي. تفضل خذ حريتك. بصحتك سمير. بصحتك. لا تواخذني يا سمير على تصرفاتي معك اليوم، انا غلطت معك. بسيطه. اللي بيعجبني فيك انك بتحافظ على كرامتك، انت شاب حساس. صحتك. صحتين. مين؟ انا ياسينو. اهلا ياسين، خير؟ ما في شي، بس اشتقت لك. وانا كمان اشتقت لك. ما رح تنزلي عجنانة؟ لا تعبانة شوية. لا لا، كنت بدي ورجيكي على هالوردات الحلوة يلي زرعتن خصوصي من شانك. ايوة بس احنا بالليل ومش هيبان لون الورد. بتشمي وشم. معلش خليها لبكرة. صدقني لو بعرفك من الاول كنت جوزتك بنت اختي، لانه بدي رجال مثلك مو اجدب مثل ياسين. وشو اللي خلاك توافق عليه بس؟ غصبا عني، ابوه غني جدا وكاتب كل شي باسمه، وهي بنت ما لها حدا، بدي امن لها مستقبلها. انا اساسا بعرف انه ابو ياسين ما ركض ورا الخطبه الا لمصلحته معي. بيني وبينك انا بعرف ابو ياسين من زمان، وبيقولوا عنه مو تمام. لك نصيب تبلغ مناك ويا الحبيب. شو شايفتك مبسوط كتير بنعمة سمير هون؟ ايه مبسوط لانه صار رفيقي. فيها؟ ومن ايه انت بعدي؟ من اليوم. تعرفي شو قال لي؟ قال لي انت جوهرة. وان شاء الله صدقته؟ طبعا، ليش انا مالي جوهرة؟ جوهرة بس مطمورة. بدي اسألك فطوم، انا مو خسارة بسميرة؟ ولك من لك هالحكي؟
سمير قال لي اياه. وليه على قامته؟ ان شاء الله بده يفركس جوازه. لك لا، بس هو هيك رايه. انت شو رايك؟ رايي تضرب انت وياه، ولما بيجي ابوك بفرجيك. لا دخيلك، ببوس ايدك. لا تقلي له. بوس الثانيه. لا بقى تحكي مع هذا الشوفير. لا لا خلص توبي. شي حلو والله، هذا اللي ناقصنا. دير وشك ولا؟ كان في اجتماع للحلاقين، واحد منهم قام غنى، قام صاروا يزعفوا له هيك. استاذ منير، غرفة الاخ صارت جاهزة اذا بيريد يطلع. لكان امشي يا سمير لنطلع سوا على غرفنا. يلا باي باي يا انسي. حب عمر الحب ما بيفهم بالهوية. قلبك شاب شاب تبقى شاب لو عمرك فوق المية. تحت المية. يا ياسين وين اوضه ياسين؟ ايه يا ياسين وين اوضه سمير؟ ايه انا سمير. هاي اوضه سمير وهي اوضه الاستاذ منير وهي اوضه ياسين. شكرا يا ياسين. عفوا. انت جوهره والله. شكرا. تصبح على خير. وانت من اهله. انا جوهره. يلا يا منير لاصلك على اوضه. هاي غرفتك. وينك؟ ما يا سمير. شو؟ انت لازم تنام بهالغرفة وانا بنام بهي. ايش بقى؟ لانه هالغرفة هي احسن من هي. لا والله ما بيصير. لا والله لا يمكن الا ما تنام هون. انا انسان مو هيك يا سمير؟ نعم انسان. وانت انسان كمان مثلي، فشو الفرق بيني وبينك؟ ما في فرق. وانا اليوم غلطت معك مو هيك؟ نعم غلطت. اذا انت احسن مني صح؟ صح. اذا انت لازم تنام بالغرفة هاي مظبوط؟ مظبوط. تصبح على خير بقى حاجي. وانت من اهله. الدنيا حب. الدنيا حب. اي افتحوا له.
خالو. الله خالو خالو، اصحى بقى يا خالو. باين عليك تقلت الشرب امبارح. ربنا يهديك يا رب. خالو الله خالو. يا مامي صباح الخير سمير. بتعرف ليش اجيت لعندك بكير؟ مشان قلك انه ما رح اقدر احكي معك بالنهار، لانه اذا شافتني فطوم عم بحكي معك بتقلي لابي، لانه هي ما لم صدق امتى اتجوز سميرة مشان هي تتجوز الاستاذ منير. مبارح المساء سمعت عم تحكي هي وابي عن جوازتها، بقى خايفة تتفركس جوازتي. بس أنا بكرة بدي فركسها بفطوم جكارة بسميرة، لأنه مبارح المساء جيت بدي فوت لعندها على الغرفة قامت أولي يا أمي يا أمي يا أمي. مرحبا ياسين. أولي شي يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم، شو القصة بهالبيت عبكرة الصبح؟ صباح الخير يا استاذ. ايه تقلنا السكره امبارح مو هيك؟ بس كانت ظريفه. شو انت فايت على خان؟ يا حبيب قلبي شو بتحب المزح يا استاذ. كيف تتجرأ تدخل على غرفتي بدون استئذان؟ شو نسيت من وانت؟ شي شو صاير لنا عند الصبح؟ انت نسيت يا استاذ انه امبارح قلت لي فايقك الصبح؟ انا قلت لك امتى؟ امبارح لما سكرنا سوا. سكرنا سوا؟ أنا أسكر معك؟ هذا اللي كان ناقصنا. أصبح سكرة امبارح كانت خيالية. بعدين أنا مين منيمني هون ها؟ أنت طلبت تنام هون وأنا نام بغرفتك. وأنت قبلت؟ أما زلمة استغلالي صحيح. حلوة هي. لكن نسيت حكيك امبارح على الطاولة عن الإنسانية وعن غلطك معي و غلطي معك؟ بيصير أنت نسيت حالك من وأنت. أنت شو شغلك؟ شوفير. شوفير وبس؟ زيل استناني بالسيارة تحت. أما حلو الشغل مع الأستاذ ها، بالنهار بيكون شخص وبالليل شخص تاني. يا حبيبي صباح الخير يا خالو. صباح الخيرات. الله إيه اللي معادك في الأوضة دي؟ ما بعرف. يظهر إنك تقلت الشرب مبارح. هيك بده يكون. الله مالك يا خالو؟ أروح أعمل لك كوباية ليمون ها؟ جيبي لي إياها على أوضتي. حاضر. صباح الخير ياسين. مرحبا ياسين. صباح الخير. ايه يا جماعه استاذ منير تفضل على السفره. طيب طيب جاي. اذا ما جيت اليوم على الغداء بيوضبي حالك المساء مشان نسهر بشي محل. و هنسهر لوحدنا يا خالو؟ ايوه لانه بدي كفي هالمهمة. طيب. اروح اروح اريل عمل لس يا رح يا رح يا ريل يا طيب وحنجب فراملك وحاصل بعدي وحنجب فراملك وحاصل بعدي اللي نايم ومايم اللي كنالها امه عن مالها امه هتقدر كان يابو كان يابو ونيابي امه عايرك نزلت امه السدود خبايك خبايرك نزلت اروح اروح اريل عليا يا طيب وحنجب فراملك
وحاضر بعزي وحنجف رملك وحاضر بعزي وحاضر بعزي وحاضر بعزي بيطلب وحلوين ما سأل الحق ما قلبي مغن امهن تمسي وينا الدور رملي واطلي ويحلي ويحلي ناسا اروح اروح ارين نعمل لشتاح يا رح يا رين لليطايو وحانجب رملي وحاضر بعزي وحانجب رملي وحاضر بعزي وارفع ورمو يطع ناس لي تفتح ناس لي برمو علي يا يرمو جمو عقد يفتح وينا لنا مل يا يفتح وبلا إن شاء الله حضرت لي القائمة. امبارح المساء صرت خصوصي مش حضر لك إياها. فرجيني لشوف. تفضل. إن شاء الله مالك تعبانة من شان فرجيكي على الوردات. هلأ بعد الترويقة منروح نشوفهن. شفت شلون صارت تحكي شامي؟ ما قلت لك اترك علي وأنا بعلمها. الله يعطيك العافية.
بدك مني شي بعد؟ روح جيب سميرة من البيت، أنا مستنيك هون. حاضر. اهلا سمير، اهلا. مرحبا ابو ياسين. اهلا، شو وين الاستاذ منير؟ والله تركته على البحر عم يكتب التقارير. برافو عظيم. ولوين رحتوا كمان اليوم؟ رحنا على المحلات المكتوبه بالقائمه. كثير عظيم. وهلا بدنا المدموزيل سميره نوصلها لعند خالها. يعني رايحين تسهروا الليله؟ الظاهر هيك. لكن لحظه لندي لك الها. مرحبا سمير. مرحبا. خير؟ شو بلاقيك رجعت تحكي معي؟ ايه، لانه هلا فطوم مو موجودة. اه سمير، بدي اسألك سؤال. شو بدي اعمل مع سميرة؟ ليش شو بها؟ ما عم تهتم فيي، وانا لما بشوفها بالتخيم وركبي بترجي، وما عم بقدر احكي معها ولا كلمة، وخايف تحترق الطبخة. شو بدي اعمل؟ اكتب لها مكتوب. حاولت كمان ما طلع بايدي. أنا بساعدك وبكتب لك المكتوب. إيه دخيلك، اكتب لي فيه غرام عنيف، بس اكتب لي إياه هلأ حتى أعطيها إياه لما بترجع. هلأ ما عاد أقدر، لما برجع بكتب لك إياه، ولما بشوفك بعطيك إياه. استنيني. إيه. مع السلامة يا عمو. الله يسلمك. ياسين؟ نعم. تروح تسهر مع خطيبتك؟ لا ما بحسن، راسي عم يوجعني. شكرا. العفو. كيفك يا سمير؟ منيح. تفضلوا سيدي، استلموا الآنسة. السلام عليكم. لوين يا سمير؟ ها؟ على السيارة. عود خد لك كاس معي. لا شكرا ما بدي. لا والله ما بيصير إلا ما تعود. طيب نتحمل سهرة تانية. صحتك. صحتك. أنا بعرف إني ضايقتك اليوم يا سمير. طبعاً ضايقتني. أنا آسف يا سمير، بدك تتحملني، أنت إنسان شهم. سيدي ماشي الحال، صحتك. خان، أرجوك خفف الشرب شوي. خليه يشرب على كيفه، اتركيه. تسمح تقوم ترقص معي؟ ها؟ أنا؟ أيوه. أنا ما عندي مانع ترقص مع سمير. يلا. جرسون؟ نعم. جيب لي مع الصحون اللي وصيتك عليهم النينتين بيرة. حاضر. لقيك تنازلتي وقبلتي ترقصي معي، شو الظاهر انت مثل خالك بالنهار شي وبالليل شي؟ الحقيقة أنا طلبت أرقص معك علشان عايز أكلمك في موضوع مهم ومحتاجة لمساعدتك. تفضلي. أنت امبارح كنت سهران مع خالي وشفته ازاي بيشرب كتير. ايه والله دوخني امبارح، لكن قوليلي هو طول عمره هيك؟ ابدا، هو ابتدى يشرب كتير من يوم الحادثه اللي مات فيها بابا وماما في مصر. هاها، منشان هيك رجع يعتذر مني اليوم. انا عارفه اني خالي ضايقك امبارح، معلش، هو طبعه كده ولازم نستحمله. انت بتتحمليه لانك بنت اخته، اما انا فانسان مثلي مثله ومالي مستعد اتحمله. النهايه شو المساعدة اللي بدك اياها مني؟ حاجة بسيطة خالص، ما تخليهوش يشرب كتير الليلة دي. آسف يا مدموزيل، على القليلة آخد حقي منه بالليل.
والله لو يطلع بايدي لا خليه سكران ليل ونهار ما بقى تصير. اما انك انسان ما عندكش ضمير. ضحكتيني يا مدموزيل. والله لو يطلع بايدي لا اسكرك ليل ونهار انت كمان. من تشبه بخاله فما ظلم. دوق الكبه مع طيبه. الله فعلا ممتازه. تعرف يا سمير انه المحل اكله طيب ونظيف وخدمته كويسه واسعاره معقوله. انا مستغرب كيف ابو ياسين بيعطيني اسم المحل. ها لكن هو اللي كتب لك القائمه. والله انا قلبي شاتتني. تعرف يا سمير انه المحلات اللي زرناها اليوم وكتبنا التقارير فيها كلها مخالفات بسيطه وما بتستاهل. يا استاذ منير انت نسيت انه ابو ياسين زلمه صاحب محل وقوله مصل حيضرب هالمحلات النظيفه. والله مزبوط. شلون فاتتني هاي؟ هاي ما فاتتك بس انت بالليل بتفكر مزبوط. ما هيك مدموزيل سميره؟ من فضلك ما تتدخلش في شؤوننا الخاصه. اي والله معك حق يا سمير. وي شقيناهم. ممكن استاذ منير تفرجيني القائمه؟ قائمة وين حطيناها؟ شوفها. العمى ما في غير شي محلين ثلاثة حاططهم للتمويه. أما المحلات اللي بتغش مظبوط مو حاططها. ولكم محله أول واحد. بدك رأيي أستاذ منير؟ تفضل. أنا رأيي نشق هالقائمة وأنا باخدك على المحلات اللي أنا بعرفها. خذ وبتشوف هديك الساعة قديش كذب عليك الزلمة. أنا معك يا سمير. وإذا بتريد باخدك من هلأ. أنا عايز أروح. ما في مانع. وصي سميرة على البيت ونحن بعدين منكمل جودتنا. لا افتح الباب اللي وراني. حاضر. روحي. تزبع على خير. دخيلك سمير كتبت لي رسالة. ما لحقت بعد. مشي معي لأكتب لك إياها. إيه دخيلك. حضرت لك ورقة وهي قلم. اكتب لك انت. شو بدي اكتب؟ حبيبتي سميرة. حبيبتي سميرة. لقد احببتك. لقد. عندما رأيتك لأول مرة. ايه دخيلك كتر من هالكلام الظريف. بدك تطول بالك، لسه ما شفت شيء. يعني عليك. ايوه مين؟ انا يا فينو. خير يا ياسين في حاجة؟ اجاكي مكتوب. من مين؟ من مني انا. انت؟ ايه. لا تنسي ما تقريه. حبيبتي سميرة لقد احببتك عندما رأيتك لأول مرة وكان لهيب حبي يزداد بمرور الزمن حتى أصبح يكويني بلسعاته. طب ياسين يا شباب. اي والله بصحته. لولا ما صار الشغل مثل ما بدنا. ابو ياسين قلت لي الجماعة هلا سهرانين بالمنتزه مو هيك؟ اي نعم. يا الله يعينه ابو سعيد على السهرة. خرجه بيستاهل. اي والله انا مبسوط له. اي والله. ولسه بكره بتشوفوا البقية.
غشاش عليك. قوم ايه موجود لحظة. ابو راشد التليفون الك من المحل. الو ايوه مو معقول انت متأكد؟ طيب ديروا بالكم. خير؟ شو كنت عم تضحك علينا ابو ياسين؟ بشو؟ صاحبك المفتش. شو بو؟ الافندي قاعد بمحلي وصادر ازازة مشروب. العمى؟ مو معقول. انا بعرف اكيد هن بالمنتزه. وهلأ شو العمل؟ انا رايح لعند ابو احمد وانتو كل واحد يروح لمحله قبل ما يكشفنا. قوموا يلا. وينك يا اخي عم ندور عليك وينك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. بعرفكم على صديقي ابو احمد صاحب المحل. اهلا. شرفنا. الحقيقه انتم شرفتونا بزيارتكم لمحلنا ولو انه كانت مفاجاه بس بنتامل انكم تكونوا انبسطتوا. تعال يا ولد جدد لنا الطاوله وهات لنا لتر ويسكي. بس ما يكون مثل الاولاني. ايه خير خير. بيظهر ما عندك علم انه عم يغشوا المشروب هون؟ مغشوش؟ اعوذ بالله. وهذا هو لتر الويسكي المغشوش اللي جابولنا اياه بالاول. ولما عرفوا قصة تفتيش جابولنا الويسكي المضبوط. شرف دوق. قديمة. بس يا سيدي هدول اكيد جايين بالغلط. ايه مظبوط هدول كانوا جايين للزباين وهن غلطوا افتكرونا من الزباين مو هيك؟ على كل بسيطة استاذ منير اكيد حصل سوء تفاهم. وانت جناب حضرتك شلون ما بتحط لي اسمه بالقائمة ها؟ يا سيدي سقط سهوا اثناء الطبع. استاذ منير
طول عمري بيجي بيشرب ويسكي هون، ما يوم تقدم لي مخشوش. ما صفي غير تغشوا بعضكم. لا لا لا، لمين عم تقول هالكلام هاد؟ ما بسمح لك فيه يا سمير. هذا انسان مثلي مثله، هو اللي فتح لي عيوني وجابني لهون. هذا انسان شريف اشرف منك منه. استاذ منير انا ما بسمح لك توجه لي هالكلام، فهمت ولا لا؟ عم تهددني؟ على شو بدي اندم؟ على الجوهره المصونيه اللي عندك؟ بس الحق علي اللي صدقت كلامك. يا جماعه طولوا بالكم، ما في لزوم لكل هالشيء. على كل حال بحب اقول لك يا ابو ياسين قبل ما اروح، من هلا ورايح كل شيء بيناتنا انتهى. امشي يا سمير امشي. ابو احمد بعت لك شي واحد وراهم بسرعه، خلي يشوف وراح يروحوا هلا. اسعد خذ سياره وروح وراهم شوف وين بدهم يروحوا. امشي قدامي لحتى ندبر الموضوع. امشي. وهلا وين بدنا نروح؟ بدنا نشوف لنا اوتيل صح ننام فيه. وسميره، سميره شوف لي قديش الساعه هلا. الساعه 2:00. اها يعني تاخرنا. هلا سميره بتكون نامت. ايه صح، بكره الصبح بتجيبها لعنا، لانه انا ما بقيت احسن شوفه لابو ياسين. وهو كذلك. كذلك معنى كذلك. تفضل. شو ناقص الحساب؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مرحبا. منلاقي غرفتين فاضيين بالوقت الحاضر؟ صعب شوي، بس اذا بدكم بعطيكم غرفتين خصوصي. ها خصوصي بديش؟ مشانكم ب 120 ليره. 120 ليره بس؟ اذا كان اعطيني هويتك. انه شو صاير لمنير؟ انا ما بعرف. يلي مجنني انه طلع كذا مرة لهون كان مثل السمنة والعسل، اما هالمرة كان غير شي بالمرة. اكيد مثل ما قلت لك من هذا الشاب يلي معه. يا سيدي انا قلبي نائزني منه من الاول، بس كيف شوفير مثل هاد بيأثر عليه؟ هذا اللي بدي افهمه يا اخي. مظهره غريب ومو مبين عليه انه شوفير. نحن لازم نعرف شو القصة قبل ما ينخرب بيتنا. إذا بدكن أنا بحاول أعرف. كيف؟ لما كنت عم أرقص كان الشوفير عم بيلاحق لي بنظراته، صفي بس تدبروا لي مكان التقي فيه أنا وياه وتركوا الباقي علي. برافو عليك. أسعد وين راحوا؟ نزلوا بالأوتيل السياحي. لازم ننبهوا لأبو مرزوق. على كل إن هلأ من السهل تلاقي سمير بالأوتيل. أسعد وصل جيجي الأوتيل. حاضر. لا تنسي تاخدي معك زاس ويسكي. حاضر. وقت تاخدينه من المغشوشين. حاضر. الو ابو مرزوق، انا ابو احمد. اهلين اهلين. بدي نبهك عن اثنين نزلوا عندك هلا. يا سيدي لا تنبهني لاني عرفتهم، ضبطوني مخالفه اسعار اول شيء، وما بعرف شو رح يطلع معهم. بعدين هلا فاتوا يناموا. ايه ايه طيب انا عم استناها. مع السلامه.
مين؟ انت شو جابك لهون؟ انا شو جابني لهون؟ انت شو جابك لهون؟ ايه انا جاي لغرفتي. غلطانة، بس على كل ما صار شي منتقسمة اذا بدك. كأني شايفتك قبل هالمرة، بس وين؟ ما بعرف انت مين؟ انا سمير. سمير مين؟ سمير وحاجة. شو يعني وحاجة؟ لك شو صار معك؟ ليش تأخرتي؟ اضطريت اتأخر لأنه عذبني كتير. وين المشروب بدلتي؟ ما قدرت لأنه ما عنده. الله يخرب بيتي. استاذ منير، استاذ منير، يا استاذ. شوفي شوفي عم تعيط وتصرخ كانك بالخان. شلون فايت هيك؟ مالك شايفني عريان؟ رجعت حليمه لعادتها القديمه. انا شو جابني لهون؟ انت نسيت انك امبارح اتخانقت مع ابو ياسين وجيت نمت بالاوتيل؟ شو عم تقول؟ الله لا يعطيك عافيه على البشاره. انا اتخانقت مع ابو ياسين؟ ايه. لا، إذا حترجع القصة هيك لنلحقه بشي كاس بسرعة. تفضل. أستاذ منير. شو هاد؟ لوجع الراس وحدة بوحدة. شو هاد؟ ويسكي؟ إيه نعم يا سيدي، ما بيفك السكرة إلا سكرة مثلها، ووجع الراس من المشروب ما له غير هالدواء. الله وكيلك. اشراب. معك حق، انا سمعت هيك كمان. هلأ بلشت اتذكر. طيب انت شلون بتخليني اتخانق مع ابو ياسين؟ لانه انت معك حق، وابو ياسين رجال كذاب وغشاش. لا تتمادى، انا ما بسمح لك. ابو ياسين بتم قرايبنا. بس انت امبارح قطعت علاقتك معه نهائيا. لا حول ولا قوة الا بالله. والبنت؟ اتفقنا امبارح انه اليوم الصبح روح جيبها لهون. طيب روح جيب، هلا بيكون غليان قلبها. على عيني. وينها؟ شو؟ اذا شفت ابو ياسين لا تحكي شيء معه. لا ما دخلني. طير مبرقع يا بتجوز يا بفقع بالليل يا دادا بالليل. استاذ منير، استاذ منير، استاذ منير، قهوة جاهزة جبت لك اياها على الأوضة لأنك مبارح تأخرت بالسهرة وهلأ تعبان. استاذ منير، إذا بتريد النايم ما في مانع، برجع بعد شوي بجيب لك القهوة. عم نقول أهم. استاذ منير افتح. العمى شو وينه؟ وليه على حظك يا فطوم؟ خير مالك؟ لا ما في شيء،
بس الاستاذ منير ما مو نايم الليله هون بالبيت؟ امال هو فيه؟ ما بعرف، لازم اسال عمي. نزلة معك يلا. عمو الاستاذ منير مو نايم فوق. بعرف. تعرف خير؟ شوفي ما في شيء، روح اعمل لنا فنجان القهوه بسرعه. حاضر عمو. خلي فين؟ نايم بالاوتيل. بالاوتيل ليه؟ عادي يا بنتي لاحكي لك شو القصه. هذا خالك امبارح عملنا فضيحة بمحل صاحبنا أبو أحمد، بيظهر كان سكران، تخانقت أنا وياه وقطع كل علاقة بيناتنا ونام بالأوتيل. لا ما يصحش. مثل ما قلت لك أنا شاكك بهالشوفير وحاس إنه هو أصل البلا. على عموم أنا طالعة ألبس هدومي وهروح لخالي وأفهم منه كل حاجة. إيه الله يرضى عليكي، اقنعيه. صباح الخير. ليش ما حدا بيرد؟ انت عايز ايه؟ مكتوب. ماله؟ قريتيه؟ ايوه قريته، انما تعال هنا قول لي. نعم. انت نقله من انه كتاب؟ انا مالي نقله من الكتاب. امال مين؟ الشوفير سمير كتب لي اياه. ما كده؟ ايوه. طيب روح انت دلوقتي علشان عايز البس. ها؟ حاضر. الله، انت لسه هنا عايز ايه تاني؟ وين المكتوب؟ اتفضل اهو. يلا مع السلامه بقى. يلا يلا يا اخي. انا بسكره. شو هاد؟ مرحبا ياسين، طمني شو صار معك؟ والله بعد هالمكتوب ما مشي الحال. ياسين بدي اقول لك خبر سيء. امبارح ابوك والاستاذ منير اتخانقوا مع بعضهم وفرطت الخطبه. وانا هلا مين بدي اتجوز؟ ها هاي مشكله. مين بدك تتجوز؟ مين بدك تتجوز؟ مين بدك تتجوز؟ مين؟ اسمع. نعم. ليش ما بتتجوز فطوم بنت عمك؟ تتجوز فطوم؟ ايه ليش لا؟ ولو انك احسن منها بس بيمشي حالها اذا شديت معها شوي. بس هي بدها تتجوز الاستاذ منير. الاستاذ منير هلا ما بده يتجوز، بعدين فطوم اذا بتشوفك اهتميت وتحركشت فيها بتبطل هي عن الاستاذ منير. انت شاب وحليوة. معقول والله؟ بس وينك؟ خليك قدامها رجال. وهلا فوت ياسين قلها لسميرة تضب اغراضها وانا عم بستناها من شان اخذها لعند خالها. حاضر. ولي على حظك يا فطوم. شو فطوم شبين؟ ابوك اتخانق هو والاستاذ منير. واذا؟ شو اذا؟ يعني الجواز فرطين. اتفرط اتفرط روحك ان شاء الله وجوازتي انا. بسيطة معلش طولي بالك. إذا راح الأستاذ منير في غيره. يبعث لك حمى إن شاء الله. شو عامل؟ يا حي ولي بوسك حي بسبع روس. أخ يا سمير. شبك ياسين؟ ضربتني فطوم كف مثل فراع الوالدين. وانت شو عملت؟ ما عملت شيء. لا ما قلت لك خليك رجال؟ شلون؟ وقت بتضربك كف اضربها كفين. ما سمعت المثل شو بيقول؟
اللي بيطلع فيه بعين بتطلع فيه بعينتين. هدول النسوان هيك بدهن. بس ما قلت لي ليش ضربتك؟ لاني بستم. وينك؟ روح هلا وارجع بوسها مره تانية. روح روح، هدول النسوان بيحبوا يتدللوا. روح بسرعه. ثمانية تسعة عشرة. هوب. اي خذ. اي ولك عم تضربني ولا؟ انا عم بضربك. اي رجلي. انا بفرجيكي. اي رجلي. ولك عم ترفس ولا؟ اي نعم لفرجيكي مين منا ارجل من التاني. ايه والله انا موثق اذا هيك. اللي منين تطلع روحك؟ لك بيحبسوكي. بدي روح فيك مقبض. اي عبدالله عبدالله. يا حوينة شبابك يا فنطوم. على كلين بتفهمي لخالك منضل قريبين وكل شي صار بيناتنا بتصلح، لانه ما حلو نشمت فينا العالم. عندك حق يا عمو، انا هروح واقول له الكلام ده. وانا اخدت له شويه هدوم مخصوص وسايبه هدومي هنا، لانه اكيد خلي ما يقصدش حاجه. عايز حاجه تانية يا عمو؟ لا يا عمو سلامتك. ميرسي. مع السلامه. الله يسلمك. الله معك. صباح الخير. صباح الخير. عايز اقعد قدام. سمير؟ اي ما في شيء، السيارة حميت وبدنا نستنى شوي لتبرد. على فكرة انا وصلني جواب غرامي امبارح. ايه نيالك؟ بس عرفت مين اللي كتبه. مين؟ انت. بس انا كاتبه لياسين. عارف بس انا مستغربة اسلوب الجواب. اللي كاتبه لازم يكون متعلم، واللي كاتبه انت. قصدك أنا شوفير مو هيك؟ الحقيقة يا أنسة سميرة أنا مو شوفير، أنا طالب بالجامعة والسيارة هي لأبي عم يشتغل عليها ومن وراها علمني، لكن مرض من كم يوم واضطر يقعد بالبيت فاشتغلت أنا عواض ولبين ملكي. أيوة. طب طالما أنت إنسان واعي ليه بتتدخل في شغل خالي وبتخليه يشرب؟ يا أنسة أنا ضميري ما بيطوعني أسكت على شي غلط، وخصوصا اذا في ضرر بمصلحه البلد. طيب وايه علاقه مصلحه البلد بشرب خالي؟ بعدين بتعرفي. طب و... لو طلبت منك انك ما تتدخلش. هرفض. هزعل منك. انت حره. هاي صور منير وزعوها على كل الشغيلة اللي عندكم بيشان ينتبهوا له لما بيفوت على المحل، وفهموهن كيف يعاملوا أحسن معاملة ويقدموا له أحسن أكل بأسعار معقولة. مفهوم؟ مفهوم. ديروا بالكم هدول من جماعتنا، قدموا لهم احسن اكل. خذ هي.
وهي اللي استا. شو القصة؟ لا اسعاركم رخصاني عن الاول. واجبنا مشان موسم السياحة. شو هالمعاملة الحلوة؟ بلاقي متحسنة بالمطاعم. صحيح. والاسعار ممتازة. اهلا وسهلا. اما ويسكي ممتاز. شي غريب فعلا. فعلا. انا حاسس انه في مقلب عاملينه فينا اصحابك. لانه مو معقول البلد تتغير بيوم واحد. بصحتك. خالو. كفاية شرب. احنا لسه بالنهار. معلش يا انسة سميرة. عنا مهمة ولازم نكون صحيانين إلها. اي. شو بك يا سمير؟ لا ما في شيء. طرت اجري بالطاولة بس. بتعرف يا استاذ؟ عم يخطر لي اليوم المساء نعمل كبسة على محل ابو ياسين. شو رأيك؟ ما يصحش يا خالو. مهما كان الرجل يبقى قريب شي وحده. الشغل لحاله والقرب لحاله. صح. انا معك يا استاذ منير. يا ريت يكون البقية مثلك. انت كان لازم تكون موظف عنا. بس لو كنت متعلم. سامع؟ لو كنت متعلم. اي شو بقى؟ ما في شيء. تشردقت. هالو. عايز اتفرج على البلد. انا مشغول شوي. خدها فرجيه على البلد يا سمير. عظيم برافو. شفت شلون مشي المقلب؟ صاحبكم. Now we know.
مني ريما جميل هوي باب حوي محسن ريما الرهب ريما اسكت ريما جميل هوي باب حوي محسن ريما الرهب ريما اسكت السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نبي أحسن طرابيزة في هذا المكان. على عيني، شرفوا. تفضل. تفضل طال عمرك. تفضلوا. شو بتأمروا نجيب لكم؟ نبي بطل ويسكي وبطل شمبانيا. وشو بتريدوا أكل كمان؟ تشكيلة ممتازة، ترسلوا هالطاولة. حاضر. عظيم، شايف؟ ما حدا عرفنا. والله لو شافنا أبو ياسين بذاته ما رح يعرفنا. يعني ما اجى لمحلك ولا عرفت وينه هلا؟ لا ابدا ما عرفت. غريب، يعني اختفى؟ شي عجيب. عم يخبروني هلا انه ما عادوا شافونه ولا بمحل. ايوه، بس انا قلبي نائزني، وخاصه من هالشوفير، لانه مبين عليه واحد خبيث. انتبه منيح يا بشير، اذا اجى لهون خبرني انا قاعد بالمكتب. طيب حاضر. لا الغايب بالغايب افرحوا كل القرايب، لا الغايب بالغايب شو رميت يا ويومي يا قلبي طاولة زين، بس يرضى عليك جيب لنا فاتورة الحساب. سيدي لسه بكير على الحساب. لا معلش، حنا يمكن نمشي بسرعة. طيب حاضر، على عيني. بدهم يخلوا الفاتورة للأخير من شان يحاسبوا الواحد على سكر. كسر بياتهم على الأكل. افتح لنا نازلة الويسكي لنشوف يا سمير. العمى شايف هاللتر مفتوح سلام. طل القمر أحبابه كان طول بغيابه، طل القمر أحبابه كان طول. نسبة عالية من الغش. لازم ندوق الشمبانيا كمان ونضبط. يا ويا ويا قلبي ليل
شرف سيدي. عما جات 100 ليرة؟ ليش يا اخونا؟ مشان الاكل الزفت؟ سيدي اذا ما عجبكم شي صحن من الصحون منغير لكم اياه. بعدين لتر الويسكي ليش مو مختوم؟ سيدي نحن منعبيه من جالونات مختومة. وبتخلطوه مو هيك؟ لا من فضلك نحن ما عندنا خلط ابدا. لا عندكم ويسكي مغشوشة وشمبانيا مغشوشة واكل مثل الزفت و300 ليرة؟ علبت. طالع الوراق لقلك يا سمير. استاذ منير؟ نعم استاذ منير، سجل هالضبط عندك. ابو ياسين، ابو ياسين شبك يا بشير؟ في شيء؟ استاذ منير اجا؟ قاعد هون من زمان. الله لا يعطيك عافية، شلون ما شفته؟ افايت متخفي هو ورفيقه. شو عم يعملوا هلا؟ طلب الحساب وعم يكتب الضبط. اوه يا راسي. اما استضنا صيد لابو ياسين دسمه تمام ولك وما بين بالمرة. منين بده يبين بعد ما كشفناه؟ رامي 300 ليرة من هيك جمع ثروته. هلا وين بدنا نروح؟ على الأوتيل، حاجتنا اليوم ناخد هنيك شي كاس ويسكي. تفضل. صباح الخير. اهلين صباح الخير. اهلين ابو ياسين. اهلين ابو ياسين. انا ما نمت طول الليل بعد اللي صار، لازم نلاقي حل بسرعه. انا برايي نبعث اثنين على الاوتيل ويجيبوا التقارير بالقوه. صح. ابو مرزوق ما عاد يقبل، قال حاجته مشاكل. اذا الحل الوحيد انك تحكي مع قرايبك وتفهمه احسن ما يعملنا شي مشكلة. هذا احسن حل. ايه والله مظبوط. معقول؟ الو اعطيني غرفة الاستاذ منير. بصحتك. الو اسف والله الاستاذ منير مشغول. انا سمير عم بحكي. انت سمير؟ اسمع يا سمير، اذا ما بسلمونا التقارير والازايز بالذوق نحن حناخذهم بالقوه، فهمت؟ صح. لازم ناخذهم، نحن لازم نتصرف. شراب استاذ منير ما في مثله لوجع الراس. صباح الخير. صباح الخيرات. اهلا. وكمان بتشرب على الصبح يا خالو؟ ما في منه لوجع الراس. صح. ولامتى حتفضل كده؟ مش حبطل بقى حتى نخلص مهمتنا؟ شبه ما في شيء، شكتني خاصرتي. خود اشرب لك شوي، ما في منه لوجع الخاصره كمان. صح. انا واصل مشوار صغير. لوين رايح؟ شيل التقارير من السياره وحطهم بمكان امين. ليش؟ لانه اجاني تهديد بدهم ياخذوا الاثباتات. برافو عليك يا سمير. السلام عليكم. ما قلت لك يا سميره انه سمير رجال زقرتي وقبضاي؟ يعني خالو بلاش عشان خاطري. مشان خاطرك منشرب. لو النبي. دبي.
دياب. اهلين استاذ سمير. عايزك كلمتين يا ابو دياب. اتفضل. ولا همه. شكرا. مع السلامه. شو القصة؟ وين التقارير والعسايد؟ معي بالسيارة. أعطينا ياهن أحسن ما نعدمك حياتك. لا هما والله بتعملوها. هاي التقارير والعسايد وبدون خناق. مظبوط؟ يلا على السيارة. باي باي. شرف ابو ياسين، وهي الاثباتات كلها. هذا اللي كنتوا خايفين منه، سألوا صفي مثل القط قدامنا، واعطانا اياهم بدون مقاومة. عظيم، برافو. لك شو ها؟ هاي اوراق فاضية. والله مظبوط. العمى، شو ضحك علينا؟ هاي الاثباتات اللي جبتها يا فالح؟ هذا اكيد بدلهم لما فات على القهوة. شرفوا معي بسرعة. عم تضحك علينا ما؟ لكن تعدمني حياتي ما؟ طبعا. اشرف معي لكان. تفضل. أهلين أستاذ سمير. شو وينه أبو دياب؟ راح أترك لك هدول. هدول؟ سلم. الورد جميل جميل الورد. تريريلم تريريلم. ايه ما في مين يقدر جمالك يا فطو. حبيبتي فطوم خانم.
حبيبتي فطوم، لقد أحببتك يا فطوم عندما رأيتك لأول مرة يا عيني، وكان لهيب حبي يزداد ويقوى بمرور الزمن حتى أصبح شو؟ شو مخبية بصدرك؟ جاوب حبيبي حبيبي بخصي ايده، اجاني مكتوب غرامي من حبيبي بيطير العقل. يا حضرك شو مكتوب فيه؟ مو شغلك. مو شغلي؟ ايه. حبيبتي فطوم، لقد احببتك يا فطوم عندما رأيتك لأول مرة، وكان لهيب حبي يزداد ويقوى بمرور الزمن حتى أصبح يقويني. هذا أنت؟ إيه أنا. ليش ما حكيت من الأول؟ خفت تحترق الطبخة. منحركة. منحركة يلا. منين اجتنا هالبلوة هاي؟ ما بعرف. لازم نلاقينا شي حل. الحل ما عاد يفيد هلا، طالما التقارير صارت في المحافظة وراح تروح على الشام. شو الحل برأيك أبو ياسين؟ ما في حل غير انه يروح ويقابل الاستاذ منير. بعدين يا اخي انت بتعرف نقطة الضعف عنده، هو بيحب المشروب، خد له معك جالون ويسكي وحاكي بتم قرايبك. لازم تنسى كل اللي صار بيناتنا ونرجع اخوات مثل ما كنا. صحتك استاذ منير. بس التقارير بتتم ماشية يا أستاذ منير، هي غلطة صارت وما عاد تتكرر. لا تحرجني أبو ياسين، منضل قريبين ولسه بدنا نتصاهر. والله ياسين ما عم يصدق إمتى يصير الفرح تبعكم. على كل شيل الموضوع ده من ذهنك خالي، أنا مش عايزة أتجوز. لا يا عمو شو هالحكي، شراب يا أستاذ منير بصحة سميرة وياسين. خالي كفاية شرب عشان صحتك. على كل إن أنا بستأذن وأرجو إنك تراجع فكرك يا أستاذ منير، ولازم إلا ما ترجعوا لعنا على البيت، لأنه ما بيصير تنزلوا بالأوتيل، مي حلوة بحقنا. خاطرك. مع السلامة. يا ريت يا بنتي تحكي مع خالك وتقنعيه يلغي التقرير، يعني بتلاقيها لايقه بحقنا. حاضر لما اشوف. ولازم تقنعيه يرجع لعنا على البيت. خاطري. مع السلامه. جانا الهوى جانا ورمانا، الهوى ورمانا. طيب يا ياسين شو قاعد عم تستنى لهلا؟ ما تحكي لابوك؟ شو مانك رجال؟ انا رجال ونص، هلا بتشوفي متى ما اجى عبي شلون بدي احكي معه. طيب لنشوف، ورجيني شطارتك. ياسين يا عبي. نعم. انا وبنت عمي فطوم. ايه ايه عمو. وانا وياسين. شو بكون؟ قول قولي انت. قولك احكي احكي انت. ما تحكوا. نحن منحبك. شو هالحكي؟ تحبكم العافية. قولك تضخ. ما عرفت حركها. خالي خالي مالك يا خالي؟ في ايه؟ مالي فاهمه شو بدي اعمل، طول الليل ما نمت. من ايه؟ من ابو ياسين. مالي عرفان الغي التقارير ولا لا، محتار. اعطيني هالجالون اشرب كاس. لا ما في شرب. عم اقول لك اعطيني جالون. حاضر. ياه
انت شربت ده كله؟ لا ما في الشرب. اعطيني جالون. لا هاتي جالون. لا لا اعطيني. لا لا اعطيني. لا لا اعطيني. لا مالك مالك يا خالي؟ خالي مش عارفه. شيلي معي. مش عارفه ايه اللي جراله. شو استاذ منير؟ انهي التقارير يا سمير. لازم نجيب له دكتور. خليكي معه. انت دكتور؟ لا راح اتخرج السنه. طيب عنده ايه؟ كبده تعبان شوي ولازم يمتنع خالك عن الشرب من هلا والا حياته راح تكون في خطر. خد غلي له الابره لبين ما اروح اجيب الدواء من الصيدليه. حالته خطيرة لهالدرجة؟ طيب جايين حالا. ياسين فطوم. نعم نعم عمو. يلا يلا بسرعة البسوا وجهزوا حالكم، منير مرضان ولازم نعمل له زيارة. يلا يلا. سميرة سميرة. أيوة خالي. بدي كاس يا خالي. بدي كاس سميرة الممنوع. دبري لي كاس من المكان. حاضر. كاس. تفضل. سمير خالي هيتجنن وعايز كاس. لا ما بيصير يشرب. غريبة قوي، قبل كده انت اللي كنت بتشربه بايدك. ايوه صحيح، لكن هلا حياته في خطر ولازم نتعاون مع بعضنا منشان نمنعه. انا معتمدة عليك يا سمير. سميرة سميرة. خالك يا سميرة مشكلته كانت لما بيصحى هو ضميره بينام. بس لغاية دلوقتي أنا مش فاهمة أنت مغلب نفسك ليه في شغلانة مالكش فيها. كلياتنا إلنا علاقة لأنه البلد بلدنا ولما نشوف أي غلط لازم نوقف بوشه. هاي مسؤوليتنا يا سميرة. يا ريت خالي كان زيك يا سمير. لا تغلط يا سميرة، خالك رجال طيب بس حواليه ناس سيئين عم يأثروا عليه. الحقني يا سمير. استاذ منير. خالي. استاذ منير. خير خير خير. شوف شوف ما في شيء. سليم ان شاء الله. شيل معي. خالي يا حبيبي يا خالي. سلام. استاذ منير ما بتعرف قديش انا بنشغل عليك. حالي
بقدم لك بمناسبة شفائك الجالون الويسكي المتواضع. بطلناها. عم نشرب حليب هلا. عمى جرسون، شو هاد؟ شايف الحليب عندكم اغلى من الويسكي. سمير إيوة. سمير ايوه، اعطيني ورقة ضبط من جوا. لا احنا عندنا شغل اهم من كده. خذونا معكم، بدنا نحرك الطبخة. مو طبخة، ما في الطبخة. مدام هيك جرسون، جيب لي الي انا كمان واحد حليب الي انا. ايه شلونين زد عدلوت نمل وأما الدنيا ينزل حق شاعل ينزل واللي حللين نغو شيع يموت هم لموت هم يملي وفر معول يملي وفر معول وبغشا متبغش هبل عي وهلي بمهغي بمبوح لرمعو بوح ينطف وقال وضح لي وضح لي ليل